فاز يقتلها الحصار. تحت هذا العنوان أشهرت 11 منظمة مهتمة بالجانب الحقوقي والرصد والتوثيق تقريرها الحقوقي الراصد للحصار الجماعي لمدينة تعز. الدقيق نسبة اختفائه بلغ 88%، فيما السكر نسبة اختفائه 29%، حليب الأطفال نسبة اختفائه من السوق 33%، الماء المعدني نسبة اختفائه 75%، المياه التحلية نسبة اختفائها في السوق المحلي لمدينة تعز 100%، أسطوانات الغاز نسبة اختفائها في السوق المحلي لمدينة تعز المنطقة المحاصرة 100%، سعر البنزين 20 لتر وسعر الديزل 20 لتر نسبة اختفائها 100%، كما أدت الحصار الجماعي إلى زيادة الأسعار جراء الحصار. ويلاحظ أن مؤشر الزيادة في ارتفاع أسعار المواد الأساسية الواردة في التقرير يوضح حجم الكارثة التي لحقت بسكان مدينة تعز جراء الحصار، وبات سكان المدينة المحاصرين وغالبية من الفقراء ذوي الدخل المحدود غير قادرين على شراء حاجياتهم الأساسية اليومية. استغاثات يومية تطلق من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية والسكان لإغاثة هذه المدينة وفكها من الحصار الخانق، وهذا ما أطلقه اليوم تحالف منظمات المجتمع المدني. نطلق نداء استغاثة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، وإلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، وإلى المنظمات الإنسانية، نناشدهم باسم الإنسانية، باسم الإنسانية المهدورة في تعز، وباسم حقوق الإنسان، باسم الطفولة، نناشدكم جميعاً العمل على فك الحصار عن أطفال ونساء تعز، والضغط على جماعة الحوثي المسلحة والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في إفساح الطريق والسماح بدخول المواد الغذائية والدوائية والمياه والمشتقات النفطية. نشطت المؤتمرات الصحفية والحقوقية، وكما هو بادل للعيان لم تسمع إلى الآن ولم يتجاوب معها، وستظل أرقاما وتوثيقا للتاريخ فقط، وأبناء تعز سيظلون كما هم، يقتلهم الحصار والحوثي.